مساء الخير واهلا بيكم مع حلقه جديده من بوكس تو بوكس. على فكره كل الناس اللي عندها برنامج الساعه 11 الاحداث عندها بتتلاحق جدا. هو لجنه التظلمات هتطلع قرار بايه؟ هطلع لكم دلوقتي التسريب اللي خرج من شويه صغيرين. يعني التسريب بيقول ان العقوبه علقت، يعني عقوبه لجنه الانضباط علقت لحين، طلعوا لي يا شباب كده الخبر ده، مصدر بالاهلي يلا كره، التظلمات تعلق عقوبه كهربا لحين الفصل في دعوى بطلان الانضباط. لجنه التظلمات برئاسه المستشار عادل الشرباجي مجتمع من 3-4 ساعات، وكل الاحداث امبارح واول امبارح بتقول ان اجتماع النهارده واجتماع شكلي. يعني ايه اجتماع شكلي؟ يعني بيقعدوا يدرسوا الاوراق، بيقعدوا يدرسوا التظلمات اللي وصلت. وانا قلت لكم امبارح راح لهم اربع تظلمات. التظلم الاول خاص بالنادي الاهلي في عقوبته اللي هي 200,000 جنيه، التظلم الثاني من كهربا بيقول ان العقوبه 12 مباراه ايقاف ومليون جنيه غرامه بيطلب الغائها او تخفيضها، بيتظلم عنها يعني. التظلم الثالث برضه من الاهلي بيحتج على العقوبة اللي أخذها رئيس نادي الزمالك 300,000 جنيه غرامة وإيقاف شهرين عن دخول المباريات، الأهلي بيقول دي قليلة جدا في تظلم ثالث. ثم تظلم الزمالك لرئيسه، مش شخص رئيسه اللي عمل التظلم لكن الزمالك لرئيسه اللي بيقول فيه إنه بيتظلم أيضا عن عقوبته اللي هي 300,000 جنيه وشهرين إيقاف. القصة دي كلها والأحداث دي كلها والقيمة العالية ليها في الفرحلة دي وفي الفترة دي عشان عندنا كاس سوبر يوم الجمعة الجاي. فالزمالك بيهدد بالانسحاب من كاس السوبر. الزمالك مفترض وانا بتكلم معاكم دلوقتي على الهواء يكون في المطار، لكن هو مش في المطار حتى الان، لسه الزمالك ما راحش المطار، والناس عندنا بتتابع برضو الناس في المطار تشوف. لكن اتقال ان الزمالك حاجز حاجزين، حجز بالليل الساعة 12 بالليل طيارة الى الامارات، وعامل حجز تاني الصبح الساعة 9 الصبح. كمان جالنا اخبار من بعض اللاعبين ان جالهم على الجروب بتاع الواتساب ان في تدريب الصبح الساعة 9 في النادي اوسوريو، قرروا حددوا الساعة 9 الصبح. فالامور مش قادرة تستقر حتى الان. هل الزمالك بيعمل الكلام ده كوسيلة ضغط على لجنة التظلمات اللي حتى هذه اللحظة مجتمع وما طلعتش القرار، ولا الزمالك هياخد هذا الموقف فعلا؟ رئيس نادي الزمالك على صفحته قال ان هو هيبث الاجتماع بتاع مجلس الادارة اللي عقد امبارح مباشرة صوت وصورة للجميع على صفحته، ومفترض في القناة الرسمية بتاعة نادي الزمالك. الكل مترقب لأن عندنا كالسوبر وعندنا مباراة يوم الجمعة طرفينها الأهلي والزمالك، أو الزمالك والأهلي، بطلي الدوري والكاس. طيب اتحاد الكورة حتى يسلم قال لك أنا منظم، ينسحب الأهلي ماليش فيه، ينسحب الزمالك ماليش فيه، البدائل موجودة. طب مين البدائل؟ بيراميدز. طب افرض الزمالك انسحب، يبقى الاهلي وبيراميدز. اللي شميته النهارده في اتحاد الكرة وانا بتكلم لكن محدش قالها بشكل رسمي، ان هما بيراميدز رجع تاني بعد ما المح انه بصوا ده الخبر اهو لسه نازل حالا، لسه قايل لكم بس نزل حالا اهو في الجول، الزمالك يخطر لاعبيه بالحضور للمران في 9 صباح الثلاثاء في مقر النادي بعد تاجيل السفر الى الامارات والذي كان محددا له منتصف الليل، اللي هو النهارده يعني، لكن في حجز تاني 9 الصبح هنشوف. فالقصه اتحاد الكوره شمينا النهارده كده ان بيراميدز المح تاني انه مش هيشارك، فده مأزق. طب افرض الزمالك انسحب كبطل للدوري، طب تاني الدوري مين؟ بيراميدز. طب ممكن ما يشاركش. طب تالت الدوري مين؟ الاهلي. كده كده مشارك بصفته بطل الكاس لان دي بطل الدوري اللي فات، والكاس اللي فات اللي الاهلي كسبه من كام يوم من بيراميدز على فكره الفاينل بتاع الكاس الاخير ده. طب رابع الدوري مين؟ طلاع الجيش ولا فيوتشر؟ ناس بتقول طلاع الجيش وناس بتقول فيوتشر، ناس بتقول طلاع الجيش بالمواجهات المباشره وناس بتقول فيوتشر بفارق الاهداف، ومحدش عارف حاجة حتى الآن. لو كلمت عضو مجلس إدارة في اتحاد الكرة حاجة من اتنين، يا مش هيرد يا هقولك مش عارف حاجة. ولجنة التظلمات حتى هذه اللحظة لسه ما طلعتش أي قرار رسمي.